حق غيري أن يكتفي من التهجير، الحق هو أن يتمتع به الإنسان ويمارسه بكل حرية من دون تقيد. ما إذا وفرنا هذا الحق فيستطيع تحقيق جميع حقوقه وممارستها من دون تقيد. من حق غيري أن يرجع لوطنه، لبلده، لداره، لعائلته. هذه المشكلة التي يعاني منها الوطن العربي. يرجع لوطنه، نوفر له جميع سبل الراحة. لن أحصر كلامي عن الحروب فقط، بل من مهجر لغرض الدراسة. لماذا لا يكون لدينا تعليم ممتاز ولا نحتاج أن نخرج للدراسة في الخارج؟ لماذا لا يكون لدينا بلاد آمنة حتى لا نبحث عن الأمان في الخارج؟ لماذا بيت غيري يدمر، طفله يتم، أبيه يقتل، أمه ترمر؟ إلى متى فلسطين تبقى هكذا لا تتحرر؟ إلى متى يا وطني هكذا نبقى؟ من حق غيري أن يكتفي من أن يكون مهجراً.